استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم، وبحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، سعادة السيد جاستن سبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله. وقد رحب معالي الوزير بسعادة السفير الأمريكي معربا عن تقديره لجهوده ودوره في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الأمني، متمنيا له التوفيق والنجاح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء وقع معالي وزير الداخلية وسعادة السفير الأمريكي خطاب اتفاق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال الكشف عن المتفجرات والمواد ذات الصلة، وذلك ضمن البرامج التدريبية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في الجانبين. وأعرب سعادة السفير الأمريكي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية، مشيدا بالتعاون والتنسيق الذي تبديه وزارة الداخلية بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون المشترك، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار. وقد قدم معالي وزير الداخلية هدية تذكارية لسعادة السفير الأمريكي تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.